تابع الفصل الرابع، نتكلم هنا عن أخلاقيات البحث العلمي، مهم جدا للغاية، وأهمية ممارسة الأخلاق في البحث العلمي، وما هي العواقب عدم اتباع المبادئ التوجيهية العامة في البحث العلمي، وما هي المسؤوليات المعنوية والأخلاقية للباحثين. قبل أن نبدأ في أخلاقية البحث العلمي، يجب أن توصل الرسالة لجميع الباحثين في أي مكان أيا كان، بأهمية الأبحاث العلمية والالتزام بالمبادئ والأخلاقيات، ولماذا نهتم بالجانب الأخلاقي في هذا البحث. أولا، لزيادة الفائدة والوصول إلى الأهداف التي تمنح القوة والرفعة للمجتمعات، والبحث العلمي في الوقت الراهن هو الوسيلة الفعالة التي لا يمكن أن يستغني عنها البشر من أجل رفعة كفاءة التكنولوجيا في جميع ميادين الحياة والوصول إلى مرحلة النجاح وزيادة الكفاءة. ويعتبر البحث العلمي هو سبيل قيام الحضارات وجميع الأمم في تحقيق التطوير الملموس في التكنولوجيا والعلوم، والمنهج والطريق لتحقيق التقدم المجتمعي. وتعتبر أهمية أخلاقيات البحث العلمي تزداد يوما بعد يوم، وخاصة في ظل الوقت الحاضر أو ظل التطورات الأخيرة التي تمر بها المجتمعات أو الجنس البشري بشكل متسارع. ويعتبر اتخاذ فكرة البحث أو البحث العلمي المكان التي تليق به في معظم أنحاء العالم، حيث عدم وجود أي إجراءات للأبحاث العلمية في هناك لها عواقب سلبية من جميع الجوانب. واهتمت أغلب الدول بمكنون هذا البحث أو بأهمية البحث في الوقت ذاته، وتم إهمال كثير من الجوانب الأخلاقية التي تمسه، وكانت النتيجة تطوير بلا أخلاق. ويجب أن يكون التطوير مصاحبا للأخلاق وملازما له تماما، لأنه يوجد العديد من الأسباب التي تدفع في اتباع المعايير الأخلاقية في مجال البحوث. من ضمن هذه المعايير على أنه تعزيز أهداف البحث، معناتها تجنب الأخطاء، ومثل حظر اختلاق أو تزوير أو تشويه البيانات البحثية التي يؤدي إلى تعزيز الحقيقة وتقليل نسبة الأخطاء. وتعزز المعايير الأخلاقية تعزز القيم التي لابد من تواجدها لإنجاز عمل تعاوني، لأن معظم الأبحاث تتضمن الكثير من التعاون والتنسيق بين العديد من الناس في مختلف المجالات، مختلف التخصصات، في مختلف المؤسسات، مثل الثقة، المساءلة، الاحترام المتبادل، الإنصاف. فالكثير من المعايير الأخلاقية في مجال الأبحاث وقواعد الخصوصية تعتبر مراجعة المقالات السابقة أو المتشابهة وتصميمها لحماية المصالح مثل الملكية الفكرية وتشجيع التعاون من أجل الحصول على الاعتراف بمساهمات أي شخص أيا كان، ولا يريد أن تسرق أفكاره أو يكشف عنها قبل أوانها. بالإضافة إلى تساعد العديد على ضمان مساءلة الباحثين أمام الناس، من أجل التأكيد من أن الباحث أو الباحثين التي تم تمويل أبحاثهم من المال العام يمكن مساءلتهم أمام العامة. وتساعد أيضا على بناء الدعم الشعبي للبحث، ويزيد تمويل الناس المشاعر الأبحاث التي يتمكن أن يثقون فيها بطريقة رائعة جدا وجودة عالية وسلامة وقابلة للعمل بها. أخيرا،
في هذا المجال يوجد هناك قواعد الأبحاث تشجع معظم الباحثين أو تشجيع مجموعة متنوعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية مثل المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان والرفق بالحيوان والامتثال للقانون والصحة والسلامة العامة. هذه كلها إذا التزمت بمعايير الأخلاقية للأبحاث العلمية. بالإضافة إلى هنا في معنا مشاكل أخلاقية اللي هي يجب حماية المشاركين من أي أذى، ويجب أن تكون الفوائد أو تفوق الفوائد اللي هي إنشاء المخاطر. بالإضافة ينبغي استخلاص الناس أو المشاركين بشكل سليم، على أنه يجب أن تكون المشاركة طوعية وإبلاغ ليس تعسفية، والأفراد يعرفون ما يطلب منهم القيام به قبل أن يسألوا، ويمكن للأفراد رفض أو الرفض دون أي عقوبة، ويمكن لهم الانسحاب كذلك دون أي عقوبة. للمشاركين الحق في الخصوصية، البيانات والمعلومات حول المشاركين يجب أن تكون سرية، ولا ينبغي أن يشاركها حتى وإن لم يكن بموافقة خطية. بالإضافة يجب ترميز أسماء المشاركين للضمان عدم الكشف عن هويتهم، ويجب أن يكون الباحث صادق وثقة ودقيق. بالإضافة ينسب حق المساهمون، والباحث يجب مراجعة الأبحاث قبل أن يبدأ الشخص بجمعها. فهناك مؤسسات للحفاظ على هذا الأشياء في الاتحاد الدولي مجلس المراجعة، وفيه العلماء والباحثين من مختلف التخصصات، وبالإضافة إلى استعراض مقترحات لتقييم ما هي المخاطر وضمان حقوق المشاركين وتكريمهم. ومن المتوقع أن يكون هناك رموز أو مرشد أساسي في مجال عمل الباحثين. بالإضافة يجب أن تكون هناك صفحة خاصة لمعرفة المزيد حول البحث العلمي. وخلاصة الكلام حول هذا الموضوع، تعتبر مسألة أخلاقية البحث العلمي مسألة جوهرية، وهي أساس فعل التأطير والتقييم، وتقوم على خلق أو بناء أرضية مناسبة لتنمية البحث العلمي في جميع الجامعات سواء بالداخل أو الخارج. ويجب هناك بالتزام أخلاقية البحث العلمي تطوير الكفاءة العلمية حسب التقارير داخل الجامعات المعمول بها في أرقى الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ويجب احترام المبادئ أخلاقية البحث العلمي. وحتى نصل إلى تحقيق جودة البحث العلمي يجب ونوصل إلى مميزات رائعة جدا داخل المؤسسات الجامعية أو البحثية، يجب الاعتماد على مجموعة من الآليات لمراقبة أخلاقية البحث العلمي بالتركيز بشكل أساسي على التنشئة الاجتماعية كونها الآلية الأساسية لنقل الأخلاق أو أخلاقية البحث العلمي والمعرفة أو والمعرفة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للنشر العلمي والترقية داخل الجامعات وداخل المؤسسات، ناهيك عن معاقبة المنحرفين في الالتزام الأخلاقي في مجال البحث العلمي. وشكرا ووفقكم الله لما فيه الخير.